Bonjour mes élèves, comment allez-vous? ازيكم يا سنه سته عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل مع بعض الوحده التامنه. يونيتي 8 اورتوغراف. الوحده دي بتتكلم عن ايه؟ عن الطبق المفضل لاي انسان. عندي الصفحة دي بتتكلم عن الأورتوغراف. أورتوغراف يعني الهجاء أو الإملاء. Pour dire le bleu petit, لكي أقول أصغر شيء. عندي المؤنث Pour dire le bleu petit, une petite fille, البنت الصغيرة. Une fillette, يبقى أنا بضيف للمؤنث E double T U. خلاص يبقى أنا بضيف للفيمينا إي U دوبل تي U. إن بتيت في إي إتن فيات البنت الأصغر. إن بتيت ميزون المنزل الصغير. إتيم ميزيونيت عندي ميزون سانجليو فيمينا مفرد مؤنث. يبقى أنا ضعفت حرف الأن وضفت إي دوبل تي U. يبقى البيت الصغير بيكون صغير جدا. une petite table ترابيزة صغيرة. une tablette ضفت ايه؟ u double t u. يبقى انا مع السنجليو فيمينا بضيف ايه؟ u double t u. المفرد المذكر السنجليو ماسكولان. un petit chat القطة الصغيرة. est un chaton. يبقى أنا بضيف للمذكر أو أن. أن بيتي شا إيتا شاتون. شا يعني إيه؟ قطة. أن بيتي أن حمار صغير. إيتا أنون. إيتا أنون. أن بيتي أوغ الدب الصغير. إيتا أوغوزون. إيتا أوغوزون. أن بيتي شيا إي أن إيتا شوا. شوا. Un petit chien est un chouan. Chien يعني كلب. Un petit lion est un lunicieux. Lunicieux. الأسد الصغير. Un petit canard. Canard يعني بطة. Est un canton. Est un canton. Est un canton. هنكمل مع بعض. Complété يعني أكمل. Un petit chat est un chaton. Un petit chat est un chaton. في نقط وإحنا إيه كملناها. القطة الصغيرة est un chaton صغيرة جدا. Un petit lion est un lunicieux. Un petit lion est un lunicieux. Un petit chien est un chouan. Un petit chien est un chouan. Une petite fille, une fillette, une fillette. Un petit canard est un canton, est un canton. Un petit un est un anon, un petit un est un anon. Une petite maison est une maisonnette. يبقى احنا كده خلصنا السؤال ده مع بعض وهو عبارة عن أكمل. المذكر حطيناه او ان وعندي فيه حاجات شاذه دي بنحفظها والحاجات المذكر السنجليو ماسكولان بنحط لها ايه او ان المؤنث بنحط لها اي دوبل تي او. هنكمل مع بعض. اكسبريسيون يعني تعبيرات. بوركوا فاتو او ريستيرون لماذا نذهب الى المطعم. عندي تروا ايماج ثلاث صور. اول صوره بريمير ايماج جو في او ريستيرون بور بروندر لو بيتي ديجيني. انا هذهب للمطعم لكي اتناول ايه؟ الافطار. لكي اتناول الافطار. لو بيتي ديجيني يعني الافطار. جو في او ريستيرون فيرب في اللي هو فيرب الي متصرف كونجيغي لو او بريزون متصرف ايه في المضارع. Je vais au restaurant pour prendre le petit déjeuner. هذهب للمطعم لكي أتناول الإفطار. هنا جايب لي بوان نقط. جايب لي نقط. Je vais
Deux images. Sur la tania, je vais au restaurant en azable le matin pour prendre le déjeuner. L'ikay atanawel el gada. L'ikay atanawel el gada. Prendre, pe maana yatanawel. Le déjeuner. Troisième image. Sur la telta, je vais au restaurant pour prendre le déjeuner. Pour prendre le déjeuner. هذهب للمطعم لكي أتناول العشاء. يبقى أنا عندي تروا ربا بور لجور. عندي ثلاث وجبات داخل اليوم. إيه هما لو بتي دي جيني؟ لو دي جيني. لو دي نور. الإفطار، الغداء، العشاء. نكمل مع بعض. كيلي توم بلا بريفري. أي الأطباق تفضل أنت؟ كيلي توم بلا بريفري. أي الأطباق تفضل؟ أو ما الطبق هو الطبق المفضل لدي. عندي الصورة الأولى موجود دجاج وإيه ومكرونة. دو مكاروني افيك دو بولي. دو مكاروني افيك دو بولي. الصورة الثانية دو غي افيك دو لا فيوند. دو غي افيك دو لا فيوند. الرز مع اللحمة. الصورة الثالثة دو فيلي بوفر. دو فيلي بوفر افيك دو لا سالاد. الفلفل الفيليه بالفلفل افيك دو لا سالاد مع السلطه. دو ماكاروني الصوره الاولى دو ماكاروني افيك دو بولي. ايماج نمبرو 2 دو غو افيك دو لا فيوند. ايماج 3 دو فيليه بوفر افيك دو لا سالاد. وكده يا اولاد احنا ايه خلصنا الوحده الثامنه. اورفوار ميزيليف.